أعلنت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية إطلاق مجموعة من الميزات الجديدة عبر البوابة الوطنية استكمالا لرحلة التطوير الشاملة التي تشهدها البوابة منذ تدشينها وحتى يومنا هذا. للمزيد يسرنا أن نستضيف عبر الهاتف الدكتور زكريا الخاجة، نائب الرئيس التنفيذي للتحول الإلكتروني في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. بعد التحية دكتور زكريا، تحدثنا عن أبرز الخصائص الجديدة التي أطلقتموها عبر البوابة الوطنية لمملكة البحرين وأثر جهودكم في عملية التطوير المستمرة للبوابة على المستخدمين. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أحب أشكر تلفزيون البحرين على هذه الاستضافة والاستجابة السريعة لجميع مشاريع ومبادرات التحول الإلكتروني في مملكة البحرين. يعني حاب أؤكد على أن الهيئة دائما تكون حريصة على تبني التقنيات والأنظمة الحديثة لتحسين فعالية وكفاءة منظومة الخدمات الحكومية وتحقيق أهداف الاستراتيجية الحكومة الإلكترونية والتحول الرقمي. طبعا هذا يجي متابعة حثيثة في الحقيقة من قبل معالي وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات، وتوجيهات الدائمة لمواصلات تحديث منظومة الخدمات الحكومة الإلكترونية وعلى رأسها البوابة الوطنية. يعني مثل ما تعلمون أن البوابة الوطنية هي منظومة شاملة للمعاملات الرسمية الحكومية والواجهة الإلكترونية يعني الوطنية للمملكة. يعني حقيقة يعني البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية تقدم أكثر من 600 خدمة إلكترونية شاملة ومتكاملة للجمهور، وحيث وصل متوسط الزيارات في الشهر الواحد إلى أكثر من 1.5 مليون يعني زائر ومستخدم في الشهر الواحد. ويعني طبعا لا شك ان هاي مسيره البوابه الوطنيه اللي بدانا من انطلاقها الاول في عام 2007 شهدت عمليات تحديث يعني وتطوير مستمره وبشكل تدريجي على مراحل مختلفه، يعني لبت في الحقيقه احتياجات المواطنين وسهلت عليهم التعامل مع المؤسسات الحكوميه. يعني في الواقع ابرز الميزات الجديده في بوابه الحكومه الالكترونيه يعني اللي اطلقت طبعا يعني في الوقت الحالي هي يعني استحداث الملف الشخصي، وهو عبارة عن صفحة يعني متخصصة أو مخصصة للمستخدم يمكنه يعني أن يستفيد من جميع بياناته الشخصية وإدارة ملفه الشخصي، وذلك عن طريق دخوله بالمفتاح الإلكتروني. كذلك المزايا الموجودة الجديدة هي ميزة قائمة الخدمات الإلكترونية المفضلة، والتي تمكن المستخدم من يعني من اختيار وتحديد قائمة الخدمات الإلكترونية المفضلة أو اللي يفضل استخدامها ويستخدمها بشكل متكرر حسب احتياجاته. وهناك كذلك خدمة الرسائل والإشعارات الحكومية، والتي من خلالها يمكن يعني يمكن المستخدم الاطلاع على الإشعارات الخاصة فيه يعني من خلال نظام الإشعارات الحكومية وتسييره بمواعيده الحكومية وتسييره بكذلك بمواعيد انتهاء المستندات الرسمية. وكذلك يعني يوجد من ضمن الخصائص المتطورة في البوابة يعني محدثة حاليا هو اطلاع أن يمكن المستخدم أن يطلع على سجلاته المالية يعني المنجزة إلكترونيا خلال 6 شهور السابقة، وإمكانية طباعة أرصدة وإرسال أرصدة والمعاملات اللي كانت مع المواطن أو المقيم مع الجهات الحكومية. الحقيقة كذلك يعني أكدنا في هذه البوابة يعني المحدثة أن نتوسع في آليات الدفع الإلكترونية. أدخلنا محفظة أبل باي، وكذلك أدخلنا محفظة البطائق البنكية، وكذلك طريقة دفع عن طريق طبعا بنفت باي، وكذلك وسعنا في حفظ بيانات قنوات الدفع الإلكترونية، ومنها سلمكم الله قنوات دفع بطائق الكريدت كارد والبطاقة الائتمانية. فبالتالي يعني لا يتطلب إدخال كل مرة إدخال بيانات الكريدت كارد أو بيانات الائتمانية كل مرة في الدفع. الحقيقة يعني اللي حاب أؤكد عليه أن جميع هذه الخصائص والمزايا اللي عملنا على تطويرها وإدخالها في البوابة الإلكترونية يعني جاءت يعني بملاحظات ومقترحات المواطنين، كانوا هم المقياس يعني الحقيقي لمدى نجاح جميع القنوات الحكومة الإلكترونية اللي نقدمها طبعا للمواطنين والمقيمين. نعم دكتور زكريا الخاجة، نائب الرئيس التنفيذي للتحول الإلكتروني في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، شكرا جزيلا لك.